يجوز للنساء أن تزور القبور، لأن هذا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. المرأة لا تزور القبور، وإنما تدعو للأموات وهي مارة مع الطريق، أو تدعو لهم في بيتها أو في أي مكان. وأما زيارتها للقبر أو للقبور فهذه حرام، وهي كبيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعلت ذلك، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. زيارة النساء للقبور عموما محرمة، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور.